خايفة الكونجرو شارلي يكون في خطر. ما ظنش، لأن أعدائنا خطفوه عشان يستفيدوا من شهرته. لازم نحرره بسرعة. فعلاً، هو محتاج بيئة معينة يعيش فيها. مش بتقول زرعين تحت جلده شريحة تعقب؟ ما كده نقدر نحدد مكانه. للأسف الشريحة ليها مدى معين، 50 كيلومتر بس، أبعد من كده ما أقدرش أرصدها. غالباً أعدائنا مش هيخرجوا من استراليا بالكنجرو، يعني خطتنا بتتلخص في التحرك في كل الاتجاهات لحد ما نلقط إشارة الشريحة. مساحة استراليا كبيرة جداً. لاحظوا إن الكنجرو محتاج أرض خضراء يعيش فيها، مش هيعيش على سفينة أعدائنا. صح يا ملك، المفروض ندور على مكان فيه حشائش، يعني نبحث في المناطق القريبة من الأنهار والبحيرات العذبة. ولازم يكون مكان بعيد عن الناس، لأن أعدائنا عارفين كويس إن لو حد شاف شارلي هيتعرف عليه. ابتدينا نضيق مجال البحث. نهر موراي مكان مناسب يحتفظوا فيه بالكنجرو. أنا جاهز يا قمطان المواقع الإخبارية والفضائيات. هتعمل زوم على وشي وبعدين هنسأل الكنجرو. ها يلا تصوير. أهلا بأعزائي المشاهدين، نلتقي اليوم مع الكنجرو الشهير شارلي، هنعرف منه حكايته أحلامه وطموحاته. الكاميرا دي شكلها مش بتصور. ما أنا عرفتك بتشتغل إزاي. بتعلق والصورة مزجللة شوية. ده احنا لسه شارينها السنة اللي فاتت. أصلها وقعت مني واتهبدت جامد على الأرض للأسف. بوظت الكاميرا يا شاكوش. أمري لله، هشتري واحدة جديدة. بس هو الكنجارو راح فيه؟ ايه ده، كان هنا من شوية. تعال تعال بسرعة ندور عليه قبل ما يبعد. تعال شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.